إرادة ثورة تشرين أن تستعيد الوطن أولا، ثم تستعيد الاستقرار وتستعيد بناء مجتمع بنسيج اجتماعي وصف وطني متوحد إلى حد بعيد. لكن مو مطالب موحدة، قال لك أستاذ العوادي أنا هذا اللي مطالب متعددة، بالتالي ما حد يعرف شيء شو تريد. بالعكس، هو احنا لما ماكو مثل ما يقولون المطالب هي موحدة، يعني عكس ما قال الأخ رياض العوادي، لا المطالب موحدة، وأنا أطمئن أنه كل تنسيقيات تشرين وحتى الآن يعني ثورة عاشوراء اللي خرج بيها التيار الصدري، أنا شخصيا أنا بنفسي أعديت وثيقة بها 8 نقاط اسمها الوثيقة الوطنية للثورة العراقية الكبرى، موجودة ومتداولة الآن، 8 نقاط لما عرضتها على تنسيقيات عديدة واتجاهات عديدة، من ضمنها ثورة عاشوراء اللي خرج بها التيار الصدري، قالوا احنا متفقين على معظم النقاط اللي فيها هي استعادة الوطن، اسقاط هذا النظام هذا النظام الفاسد البائس الذي جاء به من الخارج لا يمثل الشعب العراقي. لذلك عبثا نحاول تزويق الحالة انه ونرمي الكرة في ملعب التشرينيين، لا ابدا. التشرينيين اذا ما وحدوا قيادتهم فهذه ميزة مهمة، لأن هذه القيادة إن لم تعلن، هي موجودة قيادات أطمئن أيضا، قيادات وقيادات لا تعمل بالعلن لسبب بسيط جدا، أنه العدو يبطش، العدو متوحش، العدو اللي موجود في الداخل وفي الخارج، يعني بإمكانه أن يسقط هذه القيادة بسهولة إعلاميا حتى أخلاقيا وسياسيا.